صلاة الفجر لا يثني رجله ولا يتحرك من مصلاه حتى يتم قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قالها 10 مرات قبل أن يتحرك من مصلاه وقبل أن يثني رجله وقبل أن يحدث أحد، ففيها فضائل عظيمة، أنها حرز له في يومه، وأنها توجب له رفعة الدرجات، وأن الله يعصمه بفضله سبحانه من كثير من الشرور والبلايا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب.